أو مشاكل بين العائلة أو شيء هيك، ممكن يكون جريمة بتهديد سرقة الشيء. دويت تكون محامية في المستقبل؟ بعد صوتية مصورة، مش مصورة، صحفية أو أنت راح تكوني مبدعة إذا بتدرسي حقوق. راح طيب يلا الجريمة، الجريمة شان الجريمة؟ يعني مثلا حدا يضرب ضرر لحدا ثاني أو لشيء أو إنه يسرق أو تخريب أو سرقة عجلة مثلا مثلا سرقت عنها أو ما حقك، بتكون هاي جريمة للجنتين لأنه ما لو جينا بالقانون، بالقانون ان شاء الله بندرس القانون، لو جينا بالقانون بيكون فتح الشوم تعريف الجريمه، لو رحتوا على جوجل وقلتوا معنى الجريمه في القانون الفلسطيني، شو راح تلاقوا؟ الجريمه هي كل فعل او امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون. كل فعل او امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون. انا بدي اعيدها. كل فعل أو كل فعل امتناع امتناع عن فعل خلي حدا غيري كل فعل أو كل فعل أو امتناع أو امتناع عن القانون عن فعل يعاقب عليه القانون. هاي انتو حكيتوا اللي بقتل بيعاقب عليه القانون، صح؟ اللي بيسرق بيعاقب عليه القانون. شو كمان اشياء افعال بيعاقب عليها القانون؟ يلا احنا بنشرب المخدرات، اللي بيشرب مخدرات بيعاقب مخدرات. شو يعني اللي بيسرق العاب الناريه مثلا كمان بحاسبه القانون؟ حوادث، اللي بيعمل حادث السير إذا هناك لا مختلف، يعني حسب الدنيا. طيب انتحار، من انتحر واحد نعاقب مين؟ يا عيني عليك، يا عيني عليك، بعد عاقبت الآخرين. شو كمان؟ عمل فعل بعاقب عليه القانون. ايش؟ اللي بزعج الناس، اللي بزعج الناس. الخطر، الخطر، حد يشوف واحد طفل او ست او بنت او الطوشه اللي بيعمل طوشه بتاع الطوشه اللي بيصير فيها اللي بخش في البيع اللي بخش في الناس في الحياه. ليش؟ القتل، السرقه، اللي بخلي كلها امين بعاقب عليها القانون، لكن يلا انا بدي اشوف امين اذكى في مصر كمان نحتاج كل فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون. كل فعل كل ما يسموه عرفناه. طيب امتناع عن فعل ويعاقب عليه القانون، يعني أنت امتنعت تعمليه، أنت ما عملتيهوش العمل والقانون بحاسبك. شو هو؟ مثلا كنت لا لا الالتزام بالقانون إذا ما التزمتيش بتتعاقب. شريك إذا شو بسوي؟ إذا ما حكى إذا ما حكى صف كله. طيب يعني أنت شفتي جريمة سرقة وما حكيتي، وأنت امتنعتي عن شو؟ عن واجبك في أداء الشهادة، شهادة أمام المحكمة والقانون اللي كنت لازم تشهد وتقولي أنا شفته سرق، أنا شفته بعيني وأنا مدرك أنه هو هذا الشخص سرق. إذا أنت ما حكيتي هذا الحكي شو بصير؟
بيهددوا ما بيعترف. واحنا لو كل الناس بتهددنا شو تعمل؟ ما احنا بنحبس وبنحطهم في السجن وبنطلع. ما بصير. اذا كل واحد خاف في المجتمع انه يساعد في الامن وانه تقول انا مش فساد وانا بجوز ضربني وبجوز مش عارف ايش بصير المجتمع فوضى وبصير بس رهن احنا ناس عصابات صح؟ الناس ما بصير تخاف من حدا. طيب شوفي كمان بشكل اخر غير انه انا ما اعطيك الشهاده مثلا انا امتنع عن عمل وقانون بحاسبني. هذا بيرفع جلد هذا عمل كمان ما التزمتيش ما التزمتيش فعلا انت امتنعت تسويه امتنعت تعمل هذا فعلا والقانون بحاسبني. حدا عليه مخالفه مثلا مخالفه سياره فهو مش راح ما راح يدفع الضريبه له. حد عليه ديون كثير ما بس امتنع رفض التزامها بعقوبه بتحاسب. بس انت امتنعت تعملي شيء واجبك تعملي واجبك تعملي اشوف حرامي بمعنى انا كضابط شرطه مثلا لو شفتيني باب المدرسه وقلتي يا شرطي في واحد مننا هلا ضرب هذا في السكين وهذا انا قلت لك شو مالي ماله؟ لا روح على الشرطه شيء لو انت رحت شكيت علي بتحاسب انا؟ انا مخالف للقانون؟ ليش؟ لا امبارح انا كنت خلينا ما حكى لك انه في حدا اذا كنت ما عملتش واجبي عظيم صفقوا لها. وكان سيارة طبيب وعليها إشارة طبيب مر من جنبها في واحد مغمى عليه وكنت تقول له عمو انت دكتور تعال ساعد هذا مغمى عليه وكل لك انا شو دخلني انا رايح على المستشفى مش فاضيه رايح على العيادة رايح يتحاسب لو شكيت عليه بتحاسب؟ لا لا لو واحد منكم فكرت انه طب ليش احنا جاي على مدرسه ونقصنا جاي ما نحن شو ذنبنا انه هي مثلا مريضه او شيء تروح على المدرسه تشكي عليها تتحاسب؟ تتحاسب. اذا شفت شو معنى كل فعل او امتناع عن فعل يعاقب على القانون. بس انا شو بهمني اكثر شيء من هالحكي؟ اللي حكته زميلتكم شو هو؟ انه انت لازم تعطي شهاده في جريمه شفتيها لازم تحكي عنها صح؟ شوفوا هالمثال قبل كم سنة بذكر انه في قضية كانت عند الشرطة شباب اثنين وصلوا المستشفى اثنين مطعونين في سكاكين واثنين وضعهم صعب دخلهم على الانعاش. طيب ما حد فيهم نقدر نسمع منه كيف صار الحادث منيح؟ الشرطة واجبها تحقق تبحث عن الأدلة وتبحث عن المعلومات وتشوف انه حد طعموا اثنين مرة هم طعموا بعض شو كسر اثنين في فاقدين الوعي اثنين ما فجينا في عملية البحث اللي بذكرها كان انه حكوا انه في ست واقفة في بلكون في طابق ثاني او ثالث بكر انه هي بتنشف غسيل جابوا الست هاي يا مواطن يا محترم شو شفت انت؟ قالت انا كنت انشر انتبهت انه في سياح تحت الدار تحت العمارة في الشارع بس انتبهت انا انه بنت الجيران كانت طالعة من المدرسة وواقفة بجنبهم بعدين هربوا منيح؟ هاي اللي انا بوصلها هلا في نتيجة انه اخبار او اعلام عن جريمة او مخالفة او اي شيء انتم شفتوه لازم تطلعوا عنه. طيب لما جابوا هاي الصبية وسمعوا منها شو حكت هي؟ انا ما شفت شيء ما بعرف ما شفتش ما عنديش خبر روح ورا الشرطه منيح لما كملوا البحث والتحري اكتشفوا انه في كاميرا قريبه كانت من المكان شافوا التصوير والتسجيل اتضح انه هاي البنت اللي جبناها كان عمرها 14 سنه هيك بفر انه هي كذابه هي شافت ورفضت تحكي خوفا من شيء ما بنعرف المهم رفضت تحكي بالقانون بتتحاسب فكركم؟ لا من 18 أقل؟ عمر 18 أقل من 18 يعني عادي تكذب وتكذب جريمة وتشوف جريمة لا لازم تتعاقب إذا أقل من 7 سنين بتتعاقب مش بس لكن من بعدها بتتعاقب بتتعاقب وبترك ممكن أحطه في الإصلاحية ممكن أحطه في أي مكان تعاقب ولا لا؟ لا تتعاقب لأن ما أدت واجبها تجاه القانون تتعاقب وهي صح وأنت صادق
بتتعرض للمشاهد جريمة والمعلومات اللي هي بتحكيها بتحل لغز كبير. شوفوا قديش بوفر على الشرطة بأنه هي تقعد أشهر وقد يكون سنين وهي تفتش. ولو ماتوا اثنين هذولا نفترض لو ماتوا اللي طعنوا بعض هاي سرهم انتهى وراح ما في، فقط هي واحدة اللي شافت ورفضت تحكي. فما فيش عذر للطفل إذا شاف جريمة إنه ما يحكي عنها، لأنه في اليوم في القضاء خاص للأحداث وفي مجال إنه الطفل يحكي بأريحية بدون خوف وما يخاف من أي حدا يعتد عليه، ومش شرط إنه يروح يشهد في المحكمة. يكفي إنه المعلومة اللي حكيها هي أصلاً شفناها على الكاميرا، فهي شهادته بتفك لغز كبير جداً.